ايه ما شاء الله على حلاوة هالخروف. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام أخي. يا شباب هالخروف صدقة عنا كلنا إن شاء الله. إن شاء الله. ورح يتوزع على عائلات البنات اللي خلصناهم بالعملية الأخيرة. إن شاء الله أخي إن شاء الله. الله يتقبل منا. آمين. آمين. آمين يا رب. آمين. آمين. يلا بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. لا اسمعوني، صاحب المركز الأخير بهي الدورة رح يعزم كل الشباب. عاكف ليش قديش بقي لسه؟ ما ضل كتير، ما ضل كتير سبور. طبعاً من القنص والتمركز كل لياقتك راحت. رجب، شو رأيك بحكي؟ ما بعرف أخي، لا عاد حدا يسألني عن هذا 54. خير أخي، شو صاير بيناتكن؟ أنا محيته ومن اليوم ورايح قل له ما يطلع بوشي أحسن له. لك رجب شو قصتك؟ عم تجرحني هيك؟ إذا تعبت من الركض وراي اطلع لقدامي يا الكر. أنا منيح هيك. بتشارك بسباق؟ معقول عاكف؟ مستحيل. جولة حول الساحة بلش. درسنا اليوم رح يكون مميت على آخر يا شباب. والله رح يركضوا مثل الوحوش حتى كل واحد يسبق التاني. اللي بيلمس إيده بيربح. يلا غلبوا أخي، غلبوا أخي عاكف. برافو. يلا عاكف، حلال عليك اخي، حلال عليك. يلا اغلبه. يلا عاكف. الله يحييك عاكف. يلا عاكف. عاكف عاكف اغلبه اخي، اغلبه عاكف. يلا اخي، يلا يلا عاكف. يلا عاكف عاكف عاكف. اسرع اسرع اسرع. يلا عاكف. برافو عليك. حلال عليك. برافو برافو برافو. برافو عليك عاكف. برافو. الحجر اللي ما بيعجبك بفجر. يا بطل. ان شاء الله غير مره بتربح، غير مره ان شاء الله. قلت لكم رح يربح عاكف. يلا يا شباب، يلا 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 يلا. إجي؟ يا روحي انتي، انتي جيتي لهون كرمالي؟ طيب انتو ليش عذبتوا حالكم معي؟ عذبتكم بالجاي لهون من وش الصبح مو؟ لا تواخذوني رجاء. معقول هالحكي يا بنتي؟ إجي حكيت لنا القصة وحبينا انو نيجي معها. بنتنا رح تضل معك، رح تكون جنبك دائما، ونحنا رح نزورك دائما لنشوف إذا عايزة شي. شكرا لكم. دائماً بيقولوا عنصر العمليات ما لازم يكون طويل، يعني لازم يكون طوله متوسط وطبيعي ليتحرك بسهولة. يعني هلأ الملازم إلكر طوله مو ظابط؟ مثل ما شفتوا يا شباب. يلا 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 يلا. يا أخي بعد شوي، شو صاير لك؟ خايف تخسر قدامي ما؟ لا تضيق خلاي ولك. شو صار لك؟ يلا بعد عني أحسن ما ورجيك. ها